تقول في نقاش حاد بينها وبين زوجها: لطم زوجها وجه نفسه بكفيه، وتقول إن هذا العمل آلمها كثيرا وتسأل عن الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا. لا ندري ما السبب، إذا كان السبب الجزع عند المصيبة هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، وأمر بالصبر والاحتساب. فإذا كان فعل هذا جزعا على مصيبة فإنه لا يجوز. وكذلك إذا ضرب وجهه من باب الغضب والانتقام من نفسه فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، عن ضرب وجوه الناس ووجوه البهائم. كيف بوجهه هو؟ نهى عن ضرب الوجه وعن تعرض للوجه بشيء مما يؤثر فيه، لأنه مجمع الحواس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وجوه الناس ووجهه من باب أولى. أما إذا كان فعل هذا من باب الخطأ فلا بأس بذلك ولا إثم عليه، لكن لا يعود لمثلها. نعم.